بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف بعد ذلك: قال: باب النذر. والنذر هو إلزام المكلف نفسه عبادة لله تعالى غير واجبة في أصلها. هذا التعريف مهم جدا، لأنه من خلال هذا التعريف نخرج مسائل في النذر لا يلزم الوفاء بها. النذر هو إلزام المكلف نفسه عبادة لله تعالى غير واجبة عليه بأصل الشرع، غير واجبة عليه بأصل الشرع. إذن هو عبادة، وعليه فمن نذر في مباح فله أن لا يوفي بنذره ويكفر كما سيأتي. ولا ينعقد النذر إلا بلفظ صريح، كان يقول: لله علي نذر أنا أفعل كذا وكذا، أو لله علي أنا أفعل كذا وكذا، وسيأتي بإذن الله تعالى. قال: من نذر طاعة لزمه فعلها. وهذا أول نوع من أنواع النذر، نذر ماذا؟ الطاعة، نذر الطاعة، لأن هناك عدة أنواع للنذر. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإن كان لا يطيقها كشيخ نذر صياما لا يطيقه فعليه كفارة يمين. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، فكفارته كفارة يمين. وهذا هو النوع الأول كما تقدم، اسمه نذر الطاعة. ما الدليل على أنه إذا لم يستطع ذلك كفارته كفارة يمين؟ الدليل على ذلك قول ابن عباس، قال: النذور أربعة: من نذر نذرا لم يسمه، يعني ما حدد شيء، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فيما يطيق فليوفي بنذره. طيب، الآن عندنا نوعان من عدم الوفاء بالنذر: إما أن يكون عاجز لا يطيق، فهذا كفارة وكفارة يمين. شخص قال كبير في السن، قال: لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أصوم شهرا، هو لا يستطيع، أو مريض قال: لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أصوم شهرا شعبان، ثم لم يستطع في شهر شعبان ولحقه مرض شديد لا بد أن يأكل معه علاج على سبيل المثال، فحينئذ نقول له: كفر عن اليمين، كفر كفارة يمين، وينتهي الأمر. القسم الثاني يستطيع لكن يشق عليه. قال المؤلف: ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجز إلا المشي في حج أو عمرة، يعني لا بد أن يمشي. شخص قال: لله علي نذر أن أمشي إلى بيت الله على أقدامي، فحينئذ يقول المؤلف: لا بد أن يمشي حتى لو شق عليه. هذا معنى قول المؤلف هنا: حتى لو شق عليه. قال: فإن عجز عن المشي ركب وكفر، لكن إذا لم يعجز وشق عليه في الغالب أنه مشقة. المشي، من نذر أن يمشي، الآن الذي يمشي من الطائف إلى مكة على سبيل المثال يشق عليه ولا يشق عليه؟ المشقة ظاهرة. والصواب على غير ما قال المؤلف هنا، الصواب أنه من شق عليه مشقة بالغة فإنه حينئذ يكفر عن هذا النذر، يكفر عن هذا النذر. مما يدل على ذلك حديث عقبة بن عامر، قال: لما نذرت أختي، أخته، قال: لما نذرت أن تحج ماشية، أن تحج ماشية، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب،
وكذا شيخ كبير أيضا رآه النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين ابنيه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر الحج ماشيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. فالصواب أن من شق عليه مشقة بالغة جاز له أن يترك النذر ويكفر كفارة يمين. ثم قال بعد ذلك: وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر. شخص نذر أن يصوم 10 أيام متتابعة لكنه عجز عن التتابع، يقول أنا ما أستطيع أن أصوم متتابعة. شخص قال مثلا لم يبقى من شهر 7 إلا 10 أيام، ونذرت لله أن أصوم هذه 10 أيام متتابعة ثم عجز عن ذلك، فنقول له صمها متفرقة وكفر، صمها متفرقة وكفر. يأتي بعض النذر وما عجز عنه يخرج ماذا؟ كفارة يمين. طيب، وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه، قال أنا نذرت أن أصوم 10 أيام متتابعة ثم صام 6 أيام وفي اليوم السابع جاءه عذر وما استطاع أن يصوم، المرأة حاضت، الرجل سافر أو مرض، جيد، الآن هو سيفطر، حينئذ جاز له أن يقطع التتابع. كم تحتاج يوم؟ قال أحتاج يومين. طيب، هذان يومان أفطر فيهما، يقول هل أعيد من جديد؟ أستأنف من جديد؟ نقول أنت لك الخيار، إما أن تفطر وتقضي وتكفر، أما الفطر فهو بسبب العذر، طيب، وأما القضاء فهو صيام واجب لم تقم به، واضح؟ وأما الكفارة بسبب أنك لم تقم بهذا النذر على وجه الأكمل، واضح؟ قال هناك خيار آخر، نقول نعم لك خيار آخر، أن تعيد الصيام من أوله وتصوم 10 أيام، جيد؟ وليس عليك حينئذ كفارة. هنا لم يعين شهرا أو أيام محددة، أما إذا عين ولم يتبقى من الشهر إلا هذه 10 أيام حينئذ ليس أمامه إلا أن يكفر ويقضي. أما إذا كان من غير عذر، أفطر، شخص نذر قال الله علي نذر أن أصوم 10 أيام صام 7 أيام ثم أفطر في اليوم الثامن، فنحن نقول له وجوبا تعيد مرة أخرى، لأن فرق بين الأول والثاني، الأول معذور والثاني غير معذور. وإذا كان الإنسان يعذر في صيام الواجب الذي هو بأصل الشرع فهو في صيام الواجب الذي أوجبه على نفسه من باب أولى أن يعذر، واضح؟ طيب، ولذا قال المؤلف هنا، قال وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر، وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وحينئذ لا كفارة عليه، وبين البناء يعني يكمل والتكفير أيضا والقضاء لا شك. قال وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه، ليس له إلا أن يستأنف من جديد ويعيد من جديد لأنه أفطر من غير عذر. قال وإن نذر معينا، كان يقول لله علي أن أصوم 20 يوما من شهر رجب ولم يتبقى إلا 20 يوما، هذا عين أيام في شهر محدد، واضح؟ قال هنا، قال وإن نذر معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال، لأنه سواء كان معذورا أو غير معذور لا بد أن يكمل. لماذا؟ ما الفرق بين هذه الصورة والتي قبلها؟ لماذا قلنا في هذه الصورة أنه المعذور وغير المعذور يكمل ويكفر؟ لا شك أن غير المعذور يأثم، لماذا؟ طيب أريد إجابة واضحة.
لا مهندس محدد بمدة، لو قلنا له استأنف ما استطاع. الآن هو بقي له 20 يوم من شهر رجب، قال لله علي نذر أن أصوم هذه 20 يوم، صام 13 يوما، في اليوم 14 أفطر، سواء أفطر بعذر أو بغير عذر، ما نستطيع أن نقول له استأنف. لو استأنف دخل في شهر آخر، واضح؟ ولكن نقول له ماذا؟ قال يبني بكل حال، زين؟ وكلاهما يقضي، جيد؟ وكلاهما يكفر، لكن الغير معذور، غير المعذور يأثم، والمعذور لا يأثم، والمعذور لا يأثم. ثم قال ولا نذر في معصية، وهذا النوع الثاني من أنواع النذر، وهو نذر المعصية، وهو نذر المعصية. كيف؟ أحسنت. قال ومن نذر رقبة، ومن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب. ما معنى فهي التي تجزئ عن الواجب؟ لو نذر الإنسان قال لله علي نذر أن أعتق رقبة، فالمقصود هي الرقبة المؤمنة المستوفية للشروط والأركان. طيب أنا قال أنا ما قلت، أنا ما قلت مؤمنة، أنا ما قلت أنه لا بد أن تكون رقبة كاملة، أنا ما قلت أن لا يكون مريضا، أي رقبة رخيصة؟ نقول لا، إذا أطلق فالمراد به مراد الشارع، إذا أطلق فحينئذ المراد بها الرقبة المؤمنة المستوفية للشروط. وإذا قال فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها. إذا نوى رقبة فنحن نختار له أي رقبة مستوفية الشروط، جيد؟ لكن إذا قال لا أنا أريد فلان ابن فلان لله علي نذر إن شاء الله مريضي أن أعتق العبد فلان ابن فلان، فنقول لا بد من عتق هذه الرقبة التي عينها. ثم قال ولا نذر، ولا نذر في معصية، ولا نذر في معصية. مثلا كان يقول لله علي نذر إن شاء الله مريضي أن أصوم يوم العيد، صيام يوم العيد جائز أو محرم؟ محرم. لله علي نذر إن شاف الله مريضي أن أدعو الناس على وليمة فيها خمور ونحو ذلك، محرم وليس محرم؟ محرم. هذا اسمه ماذا؟ نذر المعصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لكن عليه ماذا؟ كفارة يمين، عليه كفارة يمين، لحديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين، وهذا مطلق، كفارة النذر كفارة يمين. طيب إذا هذا النوع الثاني، لابد أن تتأمل في أنواع النذر وهي مهمة. إذا النذر الطاعة لابد أن يوفي به، نذر المعصية لا يوفي به، وعليه ماذا؟ كفارة يمين. ثم قال ولا مباح، وهذا النوع الثالث من أنواع النذر، وهو نذر المباح. كان يقول واحد لله علي نذر أن آكل تفاحة، آكل التفاحة طاعة؟ لا، في أصله ليس طاعة إلا إذا نوى به الطاعة، هذا شيء آخر. قال شخص إن جاء فلان لله علي نذر أن أركب معك في السيارة، هذا مباح؟ هذا مباح، فليس بطاعة. وحينئذ ماذا نقول له؟ هنا يقول ولا مباح، أي أنه لا يجب عليه أن يوفي بالنذر المباح، لا يجب وجوبا، وإنما يجوز له أن يكفر كفارة يمين، وحينئذ يسقط عنه النذر. لماذا؟ لأننا رجعنا لتعريف النذر في أوله، أننا قلنا هو إلزام الإنسان نفسه بشيء طاعة لله عز وجل، طاعة لله عز وجل، هذا ما أراد الطاعة، هو ألزم نفسه بشيء محدد. وحينئذ لا معنى أن يكفر كفارة يمين. كيف؟ واجبة. نعم الكفارة، هل الكفارة واجبة؟ نعم الكفارة واجبة. كيف؟ نعم طبعا في خلاف المعصية، بعض أهل العلم قال لا كفارة، لا كفارة فيها، هو قول
لكن كفارة النذر كفارة يمين هذه هذا حديث مطلق. قال ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم، هذا النوع الرابع من أنواع النذر، وهو نذر ما لا يملك، نذر ما لا يملك. طيب مثلا قال إن شفى الله مريضي لله علي نذر أن أتصدق من مال فلان. أنت تملك مال فلان؟ هذا نذر فيما لا يملك صح؟ وحينئذ نقول له كفر كفارة يمين، كفر كفارة يمين، ولا يجوز الوفاء بهذا النذر، لأن الوفاء بهذا النذر يؤدي إلى ماذا؟ أخذ حق الغير. هذا النوع الرابع وهو نذر ما لا يملك. قال ولا فيما قصد به اليمين، وهذا النوع الخامس من أنواع النذر، ويسمى نذر اللجاج والغصب. والغصب اللجاج والغصب. ولا فيما قصد به اليمين، لاحظوا هذه المسألة من المسائل المشتركة بين أحكام اليمين وأحكام النذر. أحد أو شخص مثلا، ما معنى ما قصد به اليمين؟ أي ما قصد به إما حث أو منع، إما حث أو منع، هذا هو تعريف نذر اللجاج والغصب. مثلا كان يقول شخص إن لم أفعل كذا فعلي نذر أن أعتمر هذا الشهر، هو يريد أن يدفع نفسه لفعل شيء محدد. مثلا يقول إن لم آتيك اليوم، كان يقول لشخص أنت أنا أعرف أنت ما تأتيني، توعدني ما تأتيني، يقول له إن لم آتيك اليوم فالله علي نذر أن أعتمر. هو لماذا جاء بهذا النذر؟ ليدفع نفسه ويحث نفسه على شيء محدد. دخل وقت الأذان؟ أي طيب كم باقي على الأذان؟ ثلاث دقائق؟ طيب هو الآن ما نذر إلا ليحث نفسه، هذا يسمى ماذا؟ نذر الدجاج والغصب، لأنه بالعادة يأتي وقت منازعة، يا من يحث على شيء محدد. واضح؟ مثال آخر، شخص تتكلم معه ويكذبك، تقول له إن كان كلامي كاذبا فلله علي أن أتصدق ب50 ريال. واضح؟ يقول شخص مثلا لزوجتي إن خرجتي فلله علي نذر أن مثلا أن أذبح خروف، هو يريد أن يمنعه أو يحثه. طيب هذا يسمى نذر اللجاج والغصب، وهذا كفارته كفارة يمين، أي كفارته كفارة يمين. كيف؟ لا، إن جاء به ولا يترتب عليه مضرة فلا حرج، لكن لا بأس أن يكفر كفارة يمين، لا يجب الوفاء به، لا يجب الوفاء به. إذن أصبح عندنا كم نوع الآن؟ خمسة. الطاعة يجب أن يوفي به، المعصية لا يجب عليه على خلاف، المباح وأيضا عليه المباح عليه كفارة، واللجاج والغصب عليه كفارة. قال هنا بعد ذلك بعد ما ذكر هذه الأنواع، قال قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، نخرج ماذا؟ المعصية، وقالها قبل قليل لا نذر في معصية، نخرج ماذا هنا؟ المباح. حسنت. ثم قال وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها، هنا مسألة أخرى، إن جمع بين الطاعة وغيرها. كان يأتي شخص يقول لله علي نذر أن أصوم 3 أيام وأجلس في الشمس نهار هذه 3 أيام ولا أتكلم. كم وضع قيد؟ 3 قيود، منها ما هو طاعة
ومنها ما ليس بطاعة. الصيام طاعة. الجلوس في الشمس ليس بطاعة. وعدم الكلام ليس بطاعة. يقول هنا، يقول بعد ذلك: وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها. نقول له صم 3 أيام. لما روى ابن عباس قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما فسأل عنه، قال: وأبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. يعني غير الطاعة. قال له ماذا؟ قال له لا تفعل. والطاعة ماذا قال له؟ قال له افعلها. يأتي شخص مثلا يقول: لله علي نذر أن أتصدق بكل مالي. لكن الإنسان على خلاف منه، له أن يتصدق بثلث ماله، بثلث ماله. فنقول الثلث هو الطاعة، وما بقي فلا تتصدق فيه. ثم قال: وإن قال لله علي نذر ولم يسمه. ما سمى شيء. بعض الناس يقول: لله علي نذر إن شاف الله مريضي، بس أنا نذرت لله إن شاف الله مريضي، وهذا يكفر. واضح؟ فيشفى المريض. ونقول له: ماذا سميت؟ قال: ما سميت شيء. طيب، هذا يسمى النذر المطلق، هذا النوع السادس، النذر المطلق. ماذا قال هنا؟ كفارة، فعليه كفارة يمين. هو يكفر كفارة يمين، لأنه ليس هناك شيء يقوم به، ليس هناك شيء يقوم به، فحينئذ عليه كفارة يمين. إذن أنواع النذر كم؟ 6. الأول طاعة، ثاني المعصية، ثالث المباح، رابع الجاج، والخامس ما لا يملك، والسادس ما لم يسميه الذي هو المطلق، الذي هو المطلق. والنذر لا ينبغي أن يقوله الإنسان، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يستخرج به من البخيل. ليس بشيء، إنما يستخرج به من البخيل. طيب، يعني البخيل ما يخرج الطاعة، ما يخرج الصدقات إلا بالنذر. إذا لا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا النذر. بقي لنا كتاب الأيمان، وإذا عندكم أسئلة لكتاب النذر فلا حرج، بعد الأذان نأخذ هذه الأسئلة. إذا ما فعلوا عليه كفارة. لو فعلوا جاء بالنذر خلاص ما في كفارة. كان مباح. كيف؟ مثل الطاعة. مثل الطاعة.
لكن الطاعة يجب الوفاء به، ما مباح فله أن لا يفعله ويكفر كفارة يمين. الذي أبو إسرائيل، أي نعم، هو يقول جاء بها على مسألة ماذا؟ من نذر الطاعة ومعها أشياء أخرى، يوفي بالطاعة ولا يوفي بالأمور الأخرى. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يتم صومه، هذه هو الطاعة، لكن أمره ماذا؟ أن يستظل وأن يتكلم. واضح؟ أنت قصدك أنه ما أمر بكفارة؟ ما أمر بكفارة، كفارة تؤخذ من الأدلة الأخرى. يجب عليك كفارة إيه، نعم يجب، لأنه النذر قام ببعضه وترك بعضه. طيب، المتروك هذا فيه كفارة. نعم. خارج لا، يدل العقر على ظاهره، العقر المعروف. اي نعم. طيب، لكم ان شاء الله بعد الصلاة كتاب الايمان باذن الله تعالى. على حياتك. طيب.